ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير وبصحة كويسة. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض باقي نظرية كينز. هنتكلم على الطلب على النقود عند كينز، اللي هو شيت 4. ندلكم على الموديل. في البداية زي ما السؤال الأول، يختلف الطلب على النقود عند كينز عن الكلاسيك. هنفتكر مع بعض الكلاسيك اتكلموا على الطلب على النقود من خلال النظرية الكمية للنقود اللي كان بدأها فيشر وبعدين حصل تعديل عليها من خلال مارشال أو صيغة كامبريدج. اتكلموا على الطلب على النقود من خلال شكل الدالة الرياضية اللي قدامنا، اللي هو الطلب على العرض النقود في البداية اللي هو الـ MS بيساوي الطلب على النقود اللي هو الـ MD، اللي هو عبارة عن نسبة اللي هي الـ K في الدخل اللي هو الـ P times الـ Y. فهما في الكلاسيك عند مارشال اتكلموا على النقود او اتعاملوا معاها على انها سلعة ليها عرض وطلب زيها زي اي سلعة اخرى، وتوصلوا لنفس النتيجة اللي توصل ليها فيشر، وهي ان عرض النقود يؤدي زيادته الى زيادة الاسعار من خلال الكي، وهي نسبة بيحتفظ بها الافراد لمواجهة الظروف الطارئة او دافع الاحتياط زي ما مكتوب قدامنا كده. فبالتالي هما وصلوا برضو لنفس نفس الاستنتاج اللي وصل اليه فيشر، وهو وجود علاقة طردية بين عرض النقود والاسعار، ولكن كانت الاضافة اللي قدمها مارشال او قدمتها صيغة كامبريدج زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، انها فتحت المجال للحديث عن دالة الطلب على النقود، او كانت نقطة بداية لتحليل الطلب على النقود، ولكن كان بشكل غير مباشر وبشكل غير صريح، بس ان هما دخلوا الطلب على النقود في المعادلة. صحيح ان كان معظم تحليلهم كان بيشوف ازاي زيادة عرض النقود بتأثر على الاسعار، ولكن هنا بنلاحظ ان هم ابتدوا يدخلوا في المعادلة الطلب على النقود، وابتدوا يشيروا ان الطلب على النقود ده دالة محتاجين نبحث دوافع الطلب على النقود لها. وده بالظبط اللي كينز حاول يكمله في التحليل. ليه؟ لان كينز برضو اهتم بالطلب على النقود على ان النقود دي سلعة ليها عرض وليها طلب، وهو اهتم بقى بدراسة جانب الطلب. اهتم بدراسة جانب الطلب على النقود، وقال انه بيتم من خلال 3 دوافع. اول دافع عندنا هو دافع المبادلات في شراء السلع والخدمات، وتاني دافع هو الاحتياط لمواجهة الظروف الطارئة، وتالت دافع هو المضاربة يعني شراء السندات. طيب خلونا نتكلم بقى على دوافع الطلب على النقود عند كينز بشكل مفصل اكتر. كينز اتكلم على اول دافعين اللي هو المبادلة والاحتياط تحت مسمى الطلب على النقود بدافع المعاملات، يعني ضم الطلب على النقود بدافع المبادلات والطلب على النقود بدافع الاحتياط، وقال ان كلهم الاثنين دافعين دول على بعض اسمهم الطلب على النقود بدافع المعاملات، وقال ان هي دالة طردية في الدخل. دالة طردية في الدخل طبعا زي ما احنا شايفين من الشكل الرياضي اللي عندنا، ان ال LT هي دالة في الواي، الواي ده الدخل طبعا، فانكشن في الواي، وهي برضو نسبة من الواي. لو جينا نعبر عنها في شكل دالة رياضية هنلاقي انها زي الكي واي. فبالتالي هنا لما هيبقى على الرسم بقى هنلاقي ان الدالة بتاعتنا، بما ان احنا بنقول انها طردية فهنلاقي ان ميلها موجب، وبما ان الدالة ملهاش مقطع او ملهاش حد ثابت فلاقينا ان الدالة بادية من نقطة الاصل. وطبعا المحور الرأسي بتاعنا هو الطلب على النقود بدافع المعاملات اللي هو الرمز بتاعه LT، والمحور الافقي هو الطلب على النقود بدافع المحور الافقي هو الدخل، اللي احنا بنقول ان الطلب على النقود بدافع المبادلات هو دالة طردية في الدخل. كمان لو حبينا نتكلم على الطلب على النقود بدافع المعاملات وعلاقته بسعر الفايدة الحقيقي، هنلاقي ان الطلب على النقود بدافع المعاملات هو مستقل عن سعر الفايدة الحقيقي، بمعنى ان هو دالة في طردية في الدخل وليس في سعر الفايدة الحقيقي. فعشان كده لو جينا مثلنا العلاقة دي على الرسم اللي قدامنا، خلينا على المحور الرأسي هو سعر الفايدة الحقيقي، والمحور الافقي هو الطلب على النقود بدافع المعاملات، هنلاقي ان شكل دالة الطلب على النقود بدافع المعاملات وفي كعلاقة يعني بسعر الفايدة الحقيقي هي خط رأسي موازي للمحور الرأسي، يعني طلب على النقود بدافع المعاملات لا يتأثر بسعر الفايدة الحقيقي وفقا لكينز. طبعا ده بالنسبة للأول دافعين تحدث عنهم كينز فيما يتعلق بدوافع الطلب على النقود. أما عن الدافع الأخير وهو الطلب على النقود بدافع المضاربة أو بغرض المضاربة، هنلاقي إن هو بينقسم لحاجتين: لمضاربة بالفعل
اللي هو شراء السندات بالفعل أو الاحتفاظ بالنقود في شكل سائل حتى تسمح الفرصة لتتم المضاربة وشراء السندات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا قدامي اختيارين، إما إن أنا أروح أشتري سندات بالفعل أو إن أنا أحتفظ بالفلوس لحد ما سعر الفايدة يرتفع ويبقى بالنسبة لي مغري إن أنا أشتري السندات وأروح أشتريها. يعني كأن أنا قدام حلين، إما إن أنا أشتري بالفعل أو إن أنا إيه بحوش الفلوس في شكل سائل معايا لحد ما تيجي فرصة وأروح فعلا سوق المال وأشتري سندات. دول الاختيارين اللي قدام أي شخص بيطلب النقود بغرض المضاربة وفقا لكينز. فكينز أضاف كمان إن طبعا النقود بغرض المضاربة هو دالة عكسية لسعر الفايدة الحقيقي. ليه؟ لأن قرار شراء السندات هو معتمد على سعر الفايدة اللي السند بيديها لي وسعر الفايدة الحقيقي على وجه التخصيص. فخلونا نبص هنا عندنا على الرسمة، هنلاقي إن عند المستويات العليا من سعر الفايدة الحقيقي وليكن الـ R12 والـ R10 اللي عندنا دول اللي هم أول مستويين في مستويات أول مستويين من فوق من مستويات سعر الفايدة الحقيقي، هنلاقي ان الطلب على النقود بغرض المضاربة بيكون صغير جدا، وبيكون هنا عندنا مثلا عند الـ R12 الطلب على النقود بغرض المضاربة بيكون بزيرو، بيكون يعني معناها ان الطلب على النقود بغرض المضاربة هو منطبق على المحور الرأسي. ولكن كل لما سعر الفايدة الحقيقي عمال يقل، كل لما الحافز على شراء السندات عمال يقل، فبالتالي باخد احتفظ بالفلوس معايا ومش هشتري دلوقتي كل لما سعر الفايدة الحقيقي عمال يقل. فبالتالي بنلاحظ ان لما سعر الفايدة الحقيقي بيقل الطلب على النقود بغرض المضاربة عمال يزيد، وده فعلا العلاقة العكسية، ان كل لما سعر الفايدة الحقيقي بيقل الطلب على النقود بغرض المضاربة عمال يزيد. او بمعنى اخر ان انا بحتفظ فلوس دلوقتي لحين ان تسمح الفرصة ان انا اشتري. طب امتى هتسمح الفرصة ان انا اشتري؟ لما يرجع سعر الفايدة الحقيقي يزيد تاني. خلاص، علشان كده بنلاقي ان مع انخفاض سعر الفايدة الحقيقي كل شوية الطلب على النقود بغرض المضاربة بيفضل يزيد. الى ان بقى بتحصل في حالات الكساد والازمات بقى زي ازمه الكساد الكبير اللي كان كينز بيقدم فيها تحليله، بيحصل ان بيدخل الاقتصاد في جزئيه اسمها مصيده السيوله اللي هي موجوده هنا عندكم على الرسم اسمها ليكويديتي تراب. ايه الليكويديتي تراب دي او ايه مصيده السيوله او فخ السيوله؟ ده معناه ان الافراد بيحتفظوا بفلوسهم كلها في شكل سائل، يعني ما بيشتروش سندات. وده بيحصل امتى؟ عند مستوى منخفض جدا من سعر الفايده الحقيقي، فعندها بيكون الطلب على النقود بغرض المضاربه بيكون لا نهائي المرونه، بيكون خط افقي موازي للمحور الافقي زي ما احنا شايفين ده من المنحنى، بنلاقي ان هو افقي. معنى كده ان هما ما بيشتروش سندات خالص ولكن بيحتفظوا بفلوسهم في شكل سائل، عشان كده اسمها مصيده السيوله او فخ السيوله. طيب لو جينا بصينا على الشكل الرياضي بقى للدالة المعبرة عن الرسم اللي قدامنا ده لدالة الطلب على النقود بغرض المضاربة، هنلاقي ان هي عبارة زي ما مكتوب عندنا ال LSB. ال LSB ده اللي هو الطلب على النقود بغرض المضاربة، هو عبارة عن مقدار ثابت اللي هو ال L نوت ماينس ال MR، وماينس هنا لان في علاقة عكسية بين الطلب على النقود بغرض المضاربة وسعر الفايدة الحقيقي، وال M ده هو ميل الدالة وال R هو سعر الفايدة الحقيقي. فده عن شكل الطلب على النقود بغرض المضاربة عند كينز. فبالتالي احنا كده وضحنا ازاي الطلب على النقود عند كينز مختلف عن الكلاسيك. الكلاسيك اتكلموا عنه بشكل عابر جدا، ولكن كينز اتكلم عن ايه هي دوافع الطلب على النقود وشكل كل دالة عامل ازاي. بالنسبة للسؤال التاني، اتفق كينز مع الكلاسيك على ان عرض النقود متغير خارجي. علق على هذه العبارة موضحا الفرق بين سعر الفايدة النقدي والحقيقي وسعر الفايدة التوازني عند الكلاسيك وكينز. طيب خلونا نمشي خطوة خطوة لكل جزء مطلوب مننا هنا في السؤال. اول جزء مطلوب مننا ان كينز والكلاسيك اتفقوا على ان عرض النقود متغير خارجي. كينز والكلاسيك اتفقوا ان عرض النقود متغير خارجي بمعنى ان هو بيتحدد من قبل السلطات النقدية بصرف النظر عن سعر الفايدة الحقيقي. وكمان الاثنين اتفقوا مع بعض كينز والكلاسيك على ان عرض النقود برضو هو متغير مستقل عن سعر الفايدة الحقيقي. لو جينا هنا بصينا على الرسم هنلاقي على المحور الرأسي في سعر الفايدة الحقيقي وعلى المحور الافقي في عرض النقود اللي هو الـ MS،
وهنلاحظ ان عرض النقود هيبقى خط رأسي موازي للمحور الرأسي. ده كده بالنسبة للجزء الاول من السؤال، يبقى هو متغير خارجي صحيح، هما الاثنين اتفقوا عن كده، وبيتحدد من قبل السلطات النقدية، كما انه كمان منفصل او مستقل عن سعر الفايدة الحقيقي، علشان كده شكل الدالة رأسي بالنسبة لي سعر الفايدة الحقيقي. اما عن المطلوب التاني من السؤال، ايه هو الفرق بين سعر الفايدة النقدي والحقيقي والتوازني عند كل من كينز والكلاسيك؟ سعر الفايدة النقدي كتعريف هو عبارة عن سعر الفايدة السائد في الاقتصاد متضمنا معدل التضخم، يعني بيكون جواه اثر الاسعار، جواه اثر تغييرات الاسعار، ده بالنسبة لسعر الفايدة النقدي. اما عن سعر الفايدة الحقيقي فهو عبارة عن سعر الفايدة النقدي مطروح منه معدل التضخم، يعني زي ما احنا كده شايفين في المعادلة اللي عندنا، R هي سعر الفايدة الحقيقي بتساوي I وهو سعر الفايدة النقدي او الاسمي ناقص الباي، دي هي معدل التضخم. فانا عايزة اكد عليكم في حاجة، ايه بقى هنا ليه بنوضح الفرق بين النقدي والحقيقي؟ لان احنا عندنا سعر الفايدة هو بخلاف المتغيرات الاقتصادية الاخرى، ان احنا لو كان عندنا اي متغير اقتصادي اسمي وعايز اجيب الحقيقي كنت بقسم الاسمي على مستوى العام للاسعار عشان اوصل للحقيقي، ولكن هنا بقى في سعر الفايدة، انا لو عندي سعر الفايدة النقدي وعايز اوصل لسعر الفايدة الحقيقي بعمل ايه؟ بطرح من سعر الفايدة النقدي معدل التضخم. فده الفرق طبعا بالنسبة لسعر الفايدة فيما يتعلق بالمفهوم النقدي والمفهوم الحقيقي، او مفهوم الاثني والمفهوم الحقيقي. وبالنسبة للشق الاخير من السؤال عندنا، سعر الفايدة التوازني عند الكلاسيك وعند كينز ازاي مختلفين عن بعض؟ لو نفتكر مع بعض، سعر الفايدة التوازني عند الكلاسيك كان بيتحدد بتقاطع منحنى طلب الأرصدة المتاحة للإقراض، اللي هو كان عبارة عن الاس او الادخار، ومنحنى عرض الأرصدة المتاحة للإقراض اللي هو كان الاستثمار وعجز الموازنة الحكومية اللي هو الاي بلس الجي ماينس التي. ده كده كان بتقاطع المنحنيين دول مع بعض، منحنى عرض الأرصدة وطلب الأرصدة المتاحة للإقراض، كان بيتحدد سعر الفايدة التوازني، سعر الفايدة الحقيقي التوازني طبعا، زي ما هو كده موضح عندنا في الشكل عند R star في الجزء الأيمن من الشكل اللي قدامنا، ده عند كلاسيك. طيب عند كينز قال إن سعر الفايدة الحقيقي التوازني بيتحقق بتقاطع منحنى عرض النقود مع منحنى طلب النقود، فهنا اختلاف السوق. هنا الكلاسيك قالوا سوق الأرصدة المتاحة للإقراض، لكن كينز قال لأ، ده سعر الفايدة الحقيقي بيتحدد في سوق النقود. فزي ما احنا شايفين على المحور الرأسي سعر الفايدة الحقيقي اللي هو الآر، والمحور الأفقي عندنا في الام اس اللي هو عرض النقود، والام دي اللي هو الطلب على النقود، ومنحنى الام اس هو منحنى رأسي، ومنحنى الطلب على النقود هو منحنى يعكس علاقة عكسية بين الطلب على النقود وسعر الفايدة الحقيقي. وهنتكلم مع بعض في السؤال الجاي ازاي بنوصل لمنحنى الطلب الكلي للنقود عند كينز، ولكن هنلاحظ هنا ان التقاطع بين الطلب على النقود اللي هو الام اس والعرض النقود اللي هو الام دي، ولو تلاحظوا هنا على المنحنى بتاع الام دي هنا مكتوب ان ال هي فانكشن في الار والواي، هنعرف دلوقتي ان الطلب على النقود هو داله في سعر الفايده الحقيقي والدخل، وهنشوف ازاي. بس خلينا دلوقتي مبدئيا كده نقول ان التقاطع بين منحنى عرض النقود لو الام اس ومنحنى طلب النقود اللي هو الام دي او ال اللي هي فانكشن في الار والواي، هو التقاطع بينهم بيحدد لي سعر الفايده الحقيقي التوازني اللي هو هنا عندنا ار ستار اللي هي مكتوبه باللون الازرق. فبالتالي كده احنا شفنا ازاي سعر الفايدة التوازن الحقيقي التوازني عند الكلاسيك بيتحدد، وازاي عند كينز. بالنسبة للسؤال الثالث، يتحدد موقع دالة الطلب على النقود عند كينز بواسطة الدخل وطلب النقود بغرض المعاملات، بينما يتحدد شكل المنحنى بواسطة الطلب على النقود بغرض المضاربة. طيب احنا هنا السؤال ده بيسألنا عن دالة الطلب الكلي او الاجمالي على النقود. اولا هنشوف شكلها الرياضي، ومن الشكل الرياضي هنحاول ان احنا نستنتج الرسم. اولا الشكل الرياضي عندنا هنا ال اللي هي الطلب الكلي على النقود هي عبارة عن ال ال تي اللي هو الطلب بغرض المعاملات بلس الطلب على النقود بغرض المضاربة اللي هو الرمز بتاعه ال اس بي. فبالتالي هنشيل كل طلب على النقود بغرض معين ونحط مكانه شكل الدالة الرياضية اللي احنا لسه متكلمين عنها في السؤال الاول. مثلا عندنا ال ال تي كان شكل الدالة بتاعتنا هي دالة في الدخل اللي هي فانكشن اوف واي اللي كان ليها شكل ايه؟ كي واي. لو رجعنا الاول سلايد هنلاقي ان هي فعلا هي شكلها كي واي. بعد كده عندنا ال ال اس بي اللي هو الطلب على النقود بغرض المضاربة، هو كان شكل الدالة بتاعه عبارة عن ال نوت ماينس ام ار، واحنا عارفين ان هنا الطلب على النقود بغرض المضاربة هو دالة عكسية في سعر الفايدة الحقيقي. طب احنا دلوقتي عايزين نوصل ليه شكل الطلب الكلي على النقود، يبقى احنا محتاجين نرسم
طلب على النقود بدافع المعاملات، والطلب على النقود بدافع المضاربة، والطلب الكلي على النقود اللي هو بيجمع المنحنيين مع بعض. تعالوا كده نبتدي من الجانب الأيسر من الرسمة اللي قدامنا. هنلاقي ان الجانب الأيسر من الرسمة اللي قدامنا هو الطلب على النقود بدافع المعاملات، ومرسوم كدالة في سعر الفايدة الحقيقي. زي ما اتفقنا هو طلب على النقود بدافع المعاملات هو مستقل عن سعر الفايدة الحقيقي، فبالتالي هنلاقي ان شكل المنحنى عندنا هو رأسي عند مستويات مختلفة من الدخل. فليكن مثلا عند مستوى دخل Y1 عندنا LT1 وهي خط رأسي موازي للمحور الرأسي، وعند زيادة مستوى الدخل من Y1 ل Y2 فلاقينا ان حصل انتقال لمنحنى الطلب على النقود بدافع المعاملات الى جهة اليمين، وبقى عندنا LT2 واستل هو ايه؟ هو رأسي، لان احنا بنقول ان مفيش علاقة بين الطلب على النقود بدافع المعاملات وسعر الفايدة الحقيقي. ده كده بالنسبة للجزء الاولاني من الرسمة من الجانب اليسار. طيب الرسمة اللي في النص عندنا هي بتمثل لنا منحنى الطلب على النقود بدافع المضاربة، وهو احنا عارفين دالة عكسية لسعر الفايدة الحقيقي، واضح من الميل السالب للدالة عندنا. فعلشان نوصل بقى للطلب الكلي على النقود محتاجين نجمع الرسمتين مع بعض. طب هنجمع الرسمتين مع بعض ازاي؟ ان احنا هنضم عند كل مستوى دخل هنضم الطلب على النقود بدافع المعاملات مع الطلب على النقود بدافع المضاربة. فبالتالي لو جيتوا بصيتوا كده على جانب الايمن من الرسمة اللي قدامنا هنلاقي ان عند مستوى دخل Y1 بيكون شكل الطلب على النقود بقى الكلي هو عامل ازاي؟ هو عبارة عن ال LT اللي هو مستواه محدد بالخط الرأسي، وعبارة عن الطلب على النقود بغرض المضاربة الاولاني اللي هو ال LSP1 اللي هو شكله هو عندنا العلاقة عكسية مع سعر الفايدة الحقيقي. وعند مستوى دخل Y و Y2 عندنا هنا في طلب على النقود بدافع المعاملات قدره LT2 اللي هو الخط الرأسي، وطلب على النقود بدافع المضاربة اللي هو قدره LSP2، وهو عندنا موضح طبعا بالشكل الدالة العكسية اللي هي ميلها سالب، وهكذا عند Y3. فكل اللي عملناه اننا جمعنا المنحنى الاولاني من جهة اليسار والمنحنى الثاني، وصلنا لمنحنى الطلب الكلي على النقود. ولاحظنا طبعا ان مع مستويات الدخول المختلفة ان الطلب الاجمالي او الطلب على النقود بغرض المضاربة بيوصل مصيدة السيولة في الاخر، بس عند مستويات مختلفة. خلاص بكنت نلاقيهم ان هم معظمهم في الاخر بيوصل تاني لمصيدة السيولة، اللي هو معناها يعني ان الطلب بيكون افقي او الطلب الكلي بيكون لا نهائي المرونة. فعلشان كده لو جينا بصينا بقى لرسمة الطلب الكلي على النقود هنلاقي موقع الدالة، موقعها يعني بتبدأ منين يا شباب؟ موقعها بيبدأ منين؟ مع الدالة بتبدأ منين؟ ده بيتحدد وفقا للطلب على النقود بغرض المعاملات. أما شكل المنحنى اللي هو ميل المنحنى يعني ورسمته، هو بتكون راجعة لمنحنى الطلب على النقود بغرض المضاربة، لأن احنا شايفين انها المنحنى واخد الشكل العلاقة العكسية زي منحنى الطلب على النقود بغرض المضاربة بالظبط. فعشان كده بنقول ان الطلب الكلي على النقود بياخد موقعه من دالة الطلب على النقود بغرض المعاملات، وبياخد شكل المنحنى من الطلب على النقود بغرض المضاربة. هنا احنا بقى بنوضح ليه شكل منحنى الطلب الكلي على النقود بيتخذ موقعه من دالة الطلب على النقود بغرض المعاملات، وبيتخذ شكله من طلب على النقود بغرض المضاربة. اولا دايما بيكون في حد ادنى من الطلب على النقود لمواجهة احتياجات الفرد الاساسية، اللي هي بتتمثل في شراء سلع وخدمات اللي هو المبادلات، وبتتمثل في الاحتياط ومواجهة الظروف الطارئة. فعشان كده بنلاقي ان الجزء اللي بيتحدد منه موقع دالة الطلب على النقود بيتبع الطلب على النقود بغرض المعاملات، وبالتالي اللي هو طبعا مستقل عن سعر الفايدة الحقيقي. والجزء الثاني للطلب على النقود بغرض المضاربة بيكون دالة عكسية في سعر الفايدة الحقيقي، وبالتالي شكل المنحنى شكل منحنى الطلب الكلي على النقود بيماثل شكل منحنى الطلب على النقود بغرض المضاربة. فبالتالي بيكون هو ايضا الطلب الكلي على النقود دالة عكسية في سعر الفايدة الحقيقي. اما عن السؤال الرابع، اذكر صحة او خطأ العبارات الاتية. رقم واحد، تعامل كينز مع عرض النقود كمتغير نقدي على عكس الكلاسيك. طبعا العبارة هنا عندنا غلط. ليه؟ لان كينز والكلاسيك كل منهم يتعاملوا مع عرض النقود على انه متغير خارجي محدد من قبل السلطات النقدية، او متغير مستقل يعني خارجي او مستقل نفس المعنى، بمعنى ان هي بتتحدد من قبل السلطات النقدية. وقلنا ليه ان هو متغير حقيقي؟ لان هما بيعبروا عن عرض النقود
اللي هو الـ MS على ان هو الكميه الفعليه المعروضه من النقود على المستوى العام للاسعار. فعشان كده هنلاقي ان احنا عندنا هنا الـ MS equal M over P، معناها ان احنا هنا بنوصل للعرض الحقيقي للنقود. وقلنا طبعا بما ان هو متغير خارجي مستقل يحدد من قبل السلطات النقديه، فبالتالي هو مستقل عن سعر الفايده الحقيقي زي ما وضح كده عندنا في الرسم. هنلاقي ان منحنى عرض النقود هو خط راسي موازي للمحور الراسي، والمحور الراسي هنا عليه هو سعر الفايده الحقيقي اللي رمزه في R. اما عن رقم 2، هناك علاقه عكسيه بين الطلب عن النقود بغرض المضاربه وسعر السند. العباره هنا عندنا غلط. ليه؟ لان في علاقه عكسيه بين الطلب على النقود بغرض المضاربه وسعر الفائده الحقيقي وليس سعر السند، وفقا طبعا لشكل الداله الرياضيه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي ال LSP اللي هو الطلب عن النقود بغرض المضاربه، هو عباره عن L نوت ماينس MR. وR هنا طبعا بنقول ليه؟ لان احنا عارفين انها سعر الفايده الحقيقي، والM هي ميل الداله، وقلنا سالب لان في علاقه عكسيه. وفي السؤال ده هنشرح برضو نفس الجزء اللي قلناه في السؤال الاول اللي ليه علاقه بالطلب على النقود بغرض المضاربه. هنرسم الرسمه بتاعتنا ونشرح ان الطلب على النقود بغرض المضاربه هو جزئين، هو المضاربه بالفعل او الاحتفاظ بالنقود في صوره سائله حتى تسمح الفرصه للمضاربه وشراء السندات، وكمان نوضح ايه هي مصيده السيوله. بالنسبة لرقم 3، هناك علاقة طردية بين الطلب على النقود بغرض المضاربة وسعر الفائدة. هنقول طبعا العبارة غلط ونوضح انها علاقة عكسية، ونشرح نفس التعليل بتاع رقم 2. اما عن رقم 4، استبعد كينز الطلب على النقود بغرض المعاملات واضاف دافعين اخرين للطلب على النقود، هو دافع الاحتياط ودافع المضاربة. طبعا العبارة غلط لان كينز قال ان هناك ثلاث دوافع للطلب على النقود، ونشرح طبعا الثلاث دوافع زي ما اتكلمنا عنهم في السؤال الاول، انا بس مش بعيدهم تاني لان احنا قلنا عنهم بالتفصيل في السؤال الاول. وبرضو نرسم الرسمة بتاعت كل طلب بتاعت كل دافع من الدوافع الطلب على النقود. رقم 5، تؤدي زيادة عرض النقود الى ارتفاع سعر الفايدة التوازني. اولا قبل ما نقول صح ولا غلط دايما نرجع للرسم زي ما متعودين. اولا هنحط الطلب على النقود اللي هو الام دي اللي هو شكله هنا دالة عكسية في سعر الفايدة الحقيقي اللي هو ام دي، ونرسم الطلب على النقود ونرسم عرض النقود اللي هو عبارة عن خط رأسي لان هو مستقل عن سعر الفايدة الحقيقي اللي هو هنا عندنا الام اس، ونشوف الاول وضع توازن. الاول نعمل زي توازن اولي كده ونشوف التغيير اللي هيحصل بقى وفقا للاثر اللي جاي في السؤال. عندنا في البدايه ان احنا المحور الراسي عليه سعر الفايده الحقيقي اللي هو R، والمحور الافقي عليه الطلب على النقود اللي هو الـ MZ وعرض النقود اللي هو الـ MS، وكان بيحصل مبدئيا توازن عند R1 لما بيتقاطع الـ MS مع الـ MZ. بعد كده لما يحصل بقى زيادة في عرض النقود وفقا للسؤال، زيادة في عرض النقود هتنقل منحنى عرض النقود الى جهة اليمين من MS الى MS1، فبالتالي اللي هيحصل ان سعر الفايدة الحقيقي التوازني هيقل من R1 الى R2. طيب عايزين نفهم بقى ليه سعر الفايدة الحقيقي بيقل، لان احنا بنقول ان الزيادة الحقيقية في عرض النقود هتخفض سعر الفايدة الحقيقي، لان الفلوس الجديده اللي بقت موجوده دي او الزياده الجديده اللي حصلت في عرض النقود هتستخدم في شراء السندات، وبالتالي الافراد لما هيقبلوا بقى على شراء السندات ايه اللي هيحصل في سعر السند؟ اللي هيحصل في سعر السند انه هيرتفع زيه زي اي سلعه، لما الطلب عليها بيزيد سعرها بيزيد. طيب لما سعر السند بيزيد دلوقتي السندات اللي موجوده هيها وكل اللي حصل ايه؟ كل اللي حصل ان عرض النقود اللي زاد، الفلوس اللي مع الافراد زادت، ولكن السندات هيها. فعشان نقدر يحصل التوازن بيحصل ايه؟ الافراد زي كانهم ايه بيقبلوا على شراء السندات، فبيرتفع سعر السندات جدا. طب علشان نرجع للتوازن مره اخرى عشان يبقى السندات اللي موجوده قد بالظبط ايه الطلب عليها، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ لازم الحافز لشراء السندات يقل علشان خاطر شراء السندات يقل شويه كمان، لان السندات هيها هو كل اللي بيحصل ان سعرها عمال يزيد. كان احنا كلنا مثلا المعروض في السوق هو مقدار معين واحنا كلنا عايزين نشتري، فعلشان يحصل التوازن ان احنا اللي يبقى الشراء قد او العرض قد الطلب، اللي بيحصل كان سعر المنتج في السوق بيزيد، صح؟
طيب لما سعر المنتج في السوق بيزيد، علشان نرجع بقى تاني لوضع التوازن مرة أخرى، لازم سعر الفايدة على السندات، سعر الفايدة الحقيقي لازم يقل. ليه؟ لأن لازم أقلل حافز الأفراد شوية على شراء السندات، هم كلهم عايزين يشتروا سندات ولكن السندات اللي عندي محدودة، يبقى مش كافي إن سعر السند بس ما يزيد فبالتالي هيحجموا هم شوية عن شراء السندات، لا ده طالما إن سعر الفايدة لسه ما انخفضش هيفضلوا يشتروا. فبالتالي علشان نرجع للتوازن مرة أخرى، وعشان يحصل توازن تاني في سوق النقود بعد زيادة عرض النقود، اللي هيحصل سعر السندات هيزيد، وبالتبعية سعر الفايدة الحقيقي على السندات هيقل، علشان نرجع للتوازن مرة أخرى. ولاحظوا بقى هنا مكتوب إيه؟ مكتوب ما لم يكن الاقتصاد في حالة مصيدة السيولة. يعني ايه؟ يعني لو احنا في حالة ان منحنى الطلب الكلي على النقود هو افقي، فبالتالي لو اتنقل منحنى عرض النقود تاني الى جهة اليمين، هنلاقي ان مش بيحصل تغيير في سعر الفايدة الحقيقي التوازني. ليه؟ لان خلاص الافراد ما عندهمش رغبة خالص ان هم يشتروا سند سعر الفايدة عليه قليل جدا، فبالتالي مش هيحصل اي تغيير في سعر الفايدة الحقيقي التوازني. فعشان كده بنقول ان زيادة عرض النقود هتؤدي الى انخفاض سعر الفايدة التوازني على سعر الفايدة الحقيقي التوازني، ما لم يكن الاقتصاد في حالة مصيادة السيولة. يعني بمعنى ان ما كانش التوازن حاصل عند مصيادة السيولة. تمام؟ بالنسبة للسؤال الخامس، وضح أهم عناصر الاتفاق والاختلاف بين النظرية الكلاسيكية ونظرية كينز فيما يتعلق بمدى السياسة المالية والنقدية. يعني عايزين نشوف كينز اتكلم ازاي عن السياسة المالية وكذلك الكلاسيك، وهنشوف كمان كينز اتكلم ازاي عن السياسة النقدية وكذلك الكلاسيك. خلونا نبدأ بالسياسة المالية. لو نفتكر مع بعض، الكلاسيك قالوا ان الدولة ما تدخلش في النشاط الاقتصادي، ويقتصر دورها على دور الدولة الحارسة بتوفر امن وعدالة ودفاع، وان الاقتصاد فيه مواءمة ذاتية، كل فرد بتحقيقه لمصلحته الخاصة. هنوصل في الاخر ان مصلحة المجتمع بتتحقق، وهنوصل لوضع التشغيل الكامل دون ادنى تدخل من الحكومة. وقالوا ان القيام الحكومة بانفاق حكومي جي او بتحصيل ضرائب اللي هي التي، ده هيأثر فقط على سوق الارصدة المتاحة للاقراض، او هيأثر على وجه التحديد على طلب الارصدة المتاحة للاقراض، ولكن مش هيأثر على الميكانيكية عمل النموذج الكلاسيكي او على التوازن الكلي في الاقتصاد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا هنا عندنا زي ما شايفين من الرسمة بتاعت سوق الارصدة المتاحة للاقراض، ان الجي هتظهر بس تأثيرها على سعر الفايدة الحقيقي في الاقتصاد، ولكن مش هتظهر تأثيرها خالص على الميكانيكية عمل النموذج الكلاسيكي. ده الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه الشيت في شيت 2، لما جينا نقول ان مرونة سعر الفايدة الحقيقي هي خط دفاع للحفاظ على التوازن الكلاسيكي، لان احنا قلنا ان التغييرات اللي بتحصل في سعر الفايدة الحقيقي وفقا لتغييرات الانفاق الحكومي هي بتوصلني في الاخر ان الطلب الكلي ما بيكونش فيه اي تأثير عليه وفقا لزيادة او انخفاض الانفاق الحكومي، وبنوصل في الاخر ان التوازن الكلي كما هو. تقدروا ترجعوا للجزء ده في شيت 2، احنا كنا شارحينه بالتفصيل، احنا بس مجرد هنا بنسترجع الفكرة الاساسية. اما عن السياسة المالية عند كينز، فكانت من اهم مبادئ كينز ان الدولة ليها دور في النشاط الاقتصادي، لان احنا عارفين ان كينز جه في اعقاب ازمة الكساد الكبير، وقال ان ممكن الحكومة تتدخل وتحفز الطلب من خلال الانفاق الحكومي او المدفوعات التحويلية او من خلال الضرائب، وقال ان ده كله بيأثر على الاقتصاد ككل وبيأثر على التوازن الكلي، حيث ان الاقتصاد ما بيكونش بيعمل بشكل دائم عند التشغيل الكامل كما ذكر الكلاسيك، لا هو قال ان مفيش مؤامرة ذاتية ولازم الحكومة تتدخل عشان تحفز الاقتصاد وتطلعه من حالة الكساد. فزي ما احنا شايفين هنا عندنا في الرسمة في الجانب بتاع كينز، هنلاقي ان عندنا المحور الرأسي هو الاي اللي هو الانفاق او الطلب، وعن المحور الافقي هو الواي او الدخل، وعارفين ان خط 45 درجة ده هو منحنى العرض الكلي اللي هو اسمه اي اس. وبنلاحظ ان التوازن مثلا في البداية كان حاصل عند النقطة كابيتال اي، اللي عندها بيكون مستوى الدخل هو واي، وبعد كده لما بيحصل زيادة في الانفاق الحكومي اللي هي هتنقلنا منحنى الانفاق من C plus I plus G الى C plus I plus G bar، فبالتالي هيتنقل كل المنحنى الى اعلى، فهيحصل التوازن عند مستوى دخل اعلى اللي هو كان الاول Y، هنا عندنا بقى Y1،
فبالتالي بنلاحظ ان زيادة الانفاق الحكومي هنا كان ليها تأثير انها زودت الدخل القومي. فبالتالي هنا بنقول ان الحكومة ليها دور والسياسة المالية ليها دور وبيكون ليها تأثير على الاقتصاد ككل. ده طبعا بعكس اللي قاله الكلاسيك اللي هو قال ان الانفاق الحكومي او الضرائب بيكون تأثيرها فقط على سوق الارصدة المتاحة للإقراض من خلال طلب الارصدة المتاحة للإقراض. اما عن السياسة النقدية ففي البداية كينز والكلاسيك زي ما احنا لسه كنا بنقول اتفقوا على ان عرض النقود هو متغير خارجي يحدد من قبل السلطات النقدية. واتكلم بقى الكلاسيك على السياسة النقدية التوسعية تأثيرها ايه والسياسة النقدية التوسعية عند كينز تأثيرها ايه. قبل ما نبدأ بالكلاسيك، السياسة النقدية التوسعية وفقا للكلاسيك اي زيادة عرض النقود هتعمل ايه؟ هتنقل منحنى الطلب الكلي لأعلى جهة اليمين من EZ نوت إلى EZ 1. فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ هيرتفع المستوى العام للأسعار من P 1 إلى P 2. وبالتالي العكس بيحصل طبعا في حالة السياسة النقدية الانكماشية، بمعنى إن هيحصل إن منحنى الطلب الكلي هينتقل لأسفل جهة اليمين جهة اليسار وهيحصل انخفاض في مستوى الأسعار. طيب هنا هنلاحظ إن السياسة النقدية التوسعية تأثيرها هيكون فقط على الجانب النقدي أو على الأسعار وفقا للكلاسيك، ودون التأثير على الجانب الحقيقي والناتج وفقا للكلاسيك، لان طبعا عندنا منحنى العرض الكلي وفقا للكلاسيك هو خط رأسي زي ما احنا شايفين هنا عندنا الاي اس وثابت عند مستوى التشغيل الكامل. فبالتالي السياسة النقدية تأثيرها فقط هيكون من خلال الاسعار او على الجانب النقدي فقط. اما عن كينز فهو قال ان السياسة النقدية التوسعية زي ما احنا كنا لسه بنتكلم هتنقل منحنى عرض النقود وبالتالي هتخفض سعر الفايدة الحقيقي التوازني من R1 الى R2. فبالتالي تأثيرها هيكون من خلال سعر الفايدة الحقيقي التوازني وانخفاض، والعكس طبعا هيحصل في حالة السياسة النقدية الانكماشية. فهنا احنا اتكلمنا عن السياسة المالية والسياسة النقدية وفقا للكلاسيك وفقا لكينز. فبالتالي كان من الانتقادات اللي واجهت لكينز ان هو ما حددش امتى السياسة المالية وامتى السياسة النقدية يكونوا فعالين، وده اللي هيتم تلافيه في تحليل نموذج ISLM. اما عن السؤال السادس والاخير في شيت 4، اول حاجة عندنا رقم السؤال بيقول اختر الاجابة الصحيحة. رقم واحد، اذا ارتفع الدخل فان الطلب على النقود، احنا عارفين ان الطلب على النقود بغرض المعاملات هو دالة طردية في الدخل، ومن ثم الطلب الكلي على النقود هو ايضا دالة طردية في الدخل. فبالتالي اذا ارتفع الدخل فان الطلب على النقود بيزيد، فعشان كده بنختار به. رقم اثنين، يؤثر الدخل في الطلب على النقود وذلك بسبب تأثير الطلب على النقود بغرض احنا لسه كنا قايلينه بغرض المبادلات، لان هي طبعا في علاقة طردية بين الطلب على النقود بغرض المبادلات والدخل، ومن ثم في علاقة طردية بين الطلب على النقود الكلي والدخل. رقم ثلاثة، لو ارتفع سعر الفائدة فان الطلب على النقود، طيب الطلب الكلي على النقود هو ليه علاقة عكسية بسعر الفائدة وفقا لوجود علاقة عكسية بين سعر الفايدة الحقيقي والطلب على النقود بدافع المضاربة، علشان كده وفقا هنا للسؤال لو ارتفع سعر الفايدة فالطلب على النقود هيقل لان في علاقة عكسية، فعشان كده اخترنا ألف. رقم أربعة، يأتي تأثير سعر الفايدة على الطلب على النقود بسبب الاحتفاظ بغرض المضاربة، طبعا زي ما لسه قايلين فهنختار به. رقم خمسة، لن يحتفظ الأفراد بالنقود في صورة سائلة في حالة الأفراد هيشتروا بكل فلوسهم سندات إمتى؟ لما يكون العائد على السندات مغري جدا أو مرتفع جدا، يعني في حالة ارتفاع سعر الفائدة، فبالتالي هنختار رقم ألف، هي دي الإجابة الصحيحة. رقم ستة، لو ارتفع سعر الفايدة سوف يقوم الأفراد بشراء السندات وتقليل الاحتفاظ بالنقود في صورة سائلة في حالة أول حاجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود في شكل سائل. يعني إيه تكلفة الفرصة البديلة في للاحتفاظ بالنقود في شكل سائل؟ بمعنى إن هو سعر الفايدة، يعني أنا
تكلفة الفرصة البديلة ليه ان انا احتفظ بنقودي بشكل سائل هو ان انا ما سعر الفايدة اللي ممكن السند يديهولي، فبالتالي كل لما سعر الفايدة على السند بيزيد كل لما الفرصة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود في شكل سائل بتزيد. العائد اللي كان ممكن اخده لو اشتريت السندات هو ايه؟ سعر الفايدة الحقيقي. هناك عائد مقابل تحمل المخاطرة. يعني ايه عائد مقابل تحمل المخاطره؟ يعني انا مقابل ان انا بخاطر وبشتري سند وبحتفظ بنقودي في شكل سائل 100% اللي هي طبعا زيرو مخاطره، لما بيكون النقود في شكل سائل يعني المخاطره بتكون زيرو، ولكن لما بشتري سندات انا بتحمل مخاطره ان ممكن ممكن السند ده سعره يقل او ان يحصل فيه اي مشاكل مثلا، ولكن انا باخد عائد مقابل المخاطره. ايه هو العائد مقابل مخاطرتي لشراء السند؟ هو سعر الفايده. فبالتالي كل لما سعر الفايدة بيزيد كل لما بيزيد العائد اللي انا بحصل عليه نظير المخاطرة اللي انا بتحملها، فبالتالي انا بيبقى فيه ارضاء ليا ان فيه مقابل اللي انا اتحملت المخاطرة. بعد كده رقم جيم، هناك فرص تحقيق مكاسب رأسمالية في حالة انخفاض سعر الفايدة، لان احنا عارفين لما سعر الفايدة لما سعر السند بيزيد سعر الفايده بيقل، فكون ان انا يعني ايه مكسب راس مالي؟ يعني انا مثلا كنت بشتري السند ب 100 جنيه لما اجي ابيعه هبيعه ب 110، فبالتالي ال 10 جنيه دي هي المكسب الراسمالي. فبالتالي لو انا اشتريت السند وحصل ان سعره ارتفع ممكن ان انا احقق راس مكسب راس مالي لو سعر الفايده بتاعه انخفض، من خلال ان لو ما سعر الفايده بتاعه بينخفض يعني معنى كده ان سعره اصلا بيكون غالي، فممكن ان انا اكسب في فرق السعر ده. يبقى تاني علشان ما نتلخبطش في الجزء جيم، احنا عندنا لو ارتفع سعر السند انا بشتري، لو ارتفع سعر الفايده على السندات انا بشتري سندات. طيب إيه ليه بقى انا بشتري سندات؟ لان انا عارفه ان حتى لو سعر الفايده انخفض لما سعر الفايده هنخفض على السند سعر السند بيرتفع، سعر السند كسلعه نفسها بيرتفع، فممكن لو العائد بتاعه انخفض عائد السند انخفض ممكن سعره العالي في الحاله دي يعوضني ويحقق لي مكسب راس مالي، فبالتالي انا بلاقي برضو ان هو مجزي ان انا اشتري السند في حاله ارتفاع سعر الفايده عليه. فعلشان كده بنقول ان الثلاث اسباب المذكورين دول كلهم ممكن يدوني تفسير ليه لما بيرتفع سعر الفايده انا او الافراد بيقوموا بشراء السندات. يبقى علشان ننظم بقى دماغنا، احنا اتكلمنا على اربع عناوين رئيسيه. اول عنوان اتكلمنا عنه وهو وفق اربع عناوين رئيسيه تحت عنوان الطلب على النقود عند كنز. اتكلمنا اول حاجه عن عرض النقود وعرفنا ان هو اتكلم على ان هو متغير حقيقي. دلوقتي يا جماعه احنا بنعمل اوت لاين للاجزاء اللي غطيناها علشان اللي كان طالب ايه هي الاجزاء اللي بنغطيها في كل شيت. اول حاجه عندنا الطلب على النقود عند كنز، ده العنوان بتاع الشيت بتاعنا. تحتيه احنا اتكلمنا على عرض النقود عند كنز وقلنا ان هو متغير حقيقي ومتغير مستقل عن سعر الفايده الحقيقي، وعرفنا شكل الرسمه عامل ازاي وعرفنا ان ده متفق تماما مع الكلاسيك قاله. بعد كده اتكلمنا على الطلب على النقود عند كنز، كانت نقطه البدايه عندنا هو ازاي الطلب على النقود عند كنز مختلف عن الكلاسيك، يعني البدايه بتاعه صيغه مارشال او صيغه كامبريدج شفنا ازاي هو اتكلم فيها بشكل مبدئي الكلاسيك عن طلب على النقود. وبعد كده اتكلمنا بقى تفصيلا على الطلب على النقود عند كنز، والطلب على النقود عند كنز قلنا ان هما 3 دوافع واتكلمنا على كل دافع فيهم على وجه التحديد وقلنا الرسومات بتاعتهم عامله ازاي. وبعد كده اشتقينا احنا كل ده تحت العنوان الثاني اللي هو الطلب على النقود عند كنز، عملنا رسمه، عملنا العلاقه، عملنا المقارنه معاهم مع مقارنه الطلب على النقود عند كنز بين الكلاسيك وبين كنز. وبعد كده عملنا الدوافع الطلب على النقود عند كنز بالرسومات، وبعد كده اشتقينا منحنى الطلب الكلي على النقود عند كنز وشفنا شكله عامل ازاي وفسرناه. دي حاجه، ده كده العنوان الثاني. العنوان الثالث وهو التوازن في سوق النقود، وهو عرفنا ازاي بيتحدد التوازن في سوق النقود بتقاطع منحنى عرض النقود مع منحنى الطلب على النقود وبنحدد سعر الفايده الحقيقي التوازني. ولما جينا نتكلم على التوازن في سوق النقود قارنا مع الكلاسيك في ايه؟ قارنا مع الكلاسيك في حته ان سعر الفايده الحقيقي التوازني اللي بيتحدد في سوق النقود عند كنز لا هو في الكلاسيك بيتحدد في سوق الارصده المتاحه للاقراض. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ازاي الوضع التوازني في سوق النقود عند كنز بيتغير، وشفنا لو احنا عندنا سياسة نقدية توسعية ازاي بتنقل منحنى عرض النقود ولو انكماشية ازاي هتنقله، وشفنا شكل الرسمة في الاخر. وبعد كده دول الاربع نقاط الاساسية اللي اتكلمنا عليهم، وكمان في النص كده اتكلمنا عن السياسة المالية والسياسة النقدية عند كنز وعند الكلاسيك وشفنا ازاي بيختلفوا عن بعض.
ده كده بالظبط الأجزاء الأساسية اللي احنا غطيناها في الطلب على النقود عندك انت. لو حد فيكم عنده أي سؤال يبعت على الإيميل أو يبعت على الواتساب. شكرا.